السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. كما عودناكم أصدقائي، دائما بعض النصائح فيما يخص تربية وإنتاج طائر الحسون. لو تلاحظون أن هذه الأيام ارتفعت درجة الحرارة، الطيور تاعنا ما زالت جاهزة، لم تدخل في غيار الريش ولم تكمل الإنتاج، نرى فقط بعض ريشات الجناح في أسفل القفص. إذن هنا ماذا نفعل؟ مباشرة عزيزي المشاهد، قم بتنظيف الأقفاص وكذلك وضع الطيور ولا أقفاص الطيور في الأرض. إذا لم يكن لديك إزعاج أو لم يكن لديك قطط في البيت، تستطيع وضع الأقفاص في الأرض. إذا كان عندك إزعاج، لا تضعهم في أعلى الغرفة، على الأقل في نصف الحائط، هكذا يكون الجو معتدل. كذلك قم بتقديم الاستحمام اليومي، والاستحمام يا أصدقائي، الاستحمام يقدم مساء أو في الصباح الباكر. الاستحمام في ظل ارتفاع درجة الحرارة لا يقدم في منتصف النهار. هنالك من يخطئ ويقوم برش الطيور أو تقديم الاستحمام تحت أشعة الشمس الحارقة، وهذا يضر بالطيور. قدم الاستحمام يا إما في الصباح الباكر يا إما مساء حتى تنزل الشمس أو تقرب على الغروب. أعيد أصدقائي، بالنسبة لتقديم الاستحمام يكون في الصباح أو في المساء. لا تقدم الاستحمام للطيور مهما كانت نوعها، لا تقدم الاستحمام تحت درجة حرارة أو تحت أشعة الشمس. كذلك قم بتنظيف الأقفاص، نظف المجاثيم، نظف القفص تنظيف جيد، هكذا الطيور تحس بالراحة. أخرج الطيور مساء إلى الهواء الطلق أحسن من تركها في البيت، لأنه أنا لاحظ البعض يفكر فقط في الإنتاج. قلنا ما تفكرش في الإنتاج بهذه الطريقة الخاطئة. الإنتاج صحيحا بعدي الإنتاج صح، ممكن رانا نخدمه على جاله، لكن إذا تحتمت الأمور ولازم نحافظ على الطيور تاعنا، نخلو الإنتاج بجهة. يعني حاول فقط أنك تحافظ على صحة الطيور، ما تخسرهاش. كاين البرد نخسروها، وكذلك فصل الصيف ما تخليش الطيور تاعك تسقط لك الريش بزاف، ما تخليش طيح لك الريش تاع لي بليم، ريش الجناح بكثرة، وهذا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. قدم لها استحمام وتهلا فيها وشكرا.